الأمانة يعني إحنا مشينا على خطك. أنا أعتقد كل الإعلاميات السعوديات يعني ينظرون لك كمثال للمرأة السعودية الإعلامية واللي فتحت الباب، خلنا نقول إن صح التعبير للجميع أو للمرأة احنا السعودية. فتحنا الباب عشان انتوا تجروا، بالضبط. فهذا هو الحمد لله. والان يعني بالمره بنبسط لما بشوف انه المراه السعوديه في كل مكان، ان كان في الاعلام، وهذا الشيء كان مره صعب بسبب الظهور نعم ومعناه في المجتمع ما قبل الرؤيه. صح، بس الان واصلين زي ما قلت، واصلين للقمر خلاص. يعني وهذه النقطة اللي أنا أبي أجيك فيها، لأنها نقطة جدا محورية، اللي هو ما قبل طبعا الرؤية زي ما تفضلتي، أو اللي يعني في وقتك أنت طلعتي في وقت جدا كان بدري، وكان يعني كنا في ذهول، أوف مرأة سعودية تطلع على التلفزيون وكمان إعلامية، يعني حتى التهديد اللي جاك، المشاكل اللي واجهتيها، العقبات، الهجوم اللي واجهتي، كيف تعاملتي معاه وقتها؟ أول شيء يعني صح، جات تهديدات بالقتل مو بس لي البيتي، أيضا في الام بي سي كان المكتب بيجيله دائما تهديدات إنهم حنقتل. في الجامعة جاني تهديد إنه حيتم فصلي، إنه كنت بدرس في الجامعة في ذاك الوقت. نعم. فكان أول شيء يعني كنت عارفة أخوي ما يقدروا يرفضوني من الجامعة، لأنه في رجال آخرين بيشتغلوا في التلفزيون أيضا، فالمعاملة بالمثل حتى في ذاك الوقت كانت في الجامعة. التهديد بالقتل ما كنت أخذته على محمل جد، يعني صح كنت متخوفة شوية شوية، تعرف كنت صغيرة في ذاك الوقت، بس كنت حاسة إنه فقط تخويف، إنه ما حيسوي شيء، وحقيقة ما سوي شيء الحمد لله. لكن لأني كنت واثقة إنه اللي بسويه ما هو غلط، كنت محجبة، أنا ما زلت محجبة يعني. والوالد ما كان يفضل إني أدخل في الإعلام، كان يقول تنتهي خصوصية حياتك، أي مكان حتروحي بعد كده الناس حيكونوا عارفين من انتي، وحتكوني دائما مراقبة. يعني مثلا بعد ما دخلت الإعلام، احنا كنا قبل ما ادخل الإعلام اقدر اسافر زي ما ابغى في اي مكان من غير اي احد، من غير محرم، عادي طول حياتي من عمري 13 سنة. بعد ما دخلت الإعلام الوالد قال تروحي اي بلد عربية لازم تسافري مع اختك. ليه؟ ايش اللي تغير؟ انا ما تغيرت. خايف عليك عشان كلام الناس. صح، لانه الإعلاميين في ذاك الوقت كان لهم سمعة للاسف ما هي كثير كويسة. ف غيرت شوية في حياتي وكنت مستعدة، ولكن لما عملت قراري إني حدخل دعموني أهلي، وعمره ما قالوا لي ليش وليش وليش ما صار، مع إنه جاتني مشاكل بعد كده من الإعلام.